أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها عن شهر أيار 2022، وتضمن أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وسجل التقرير مقتل 78 مدنيا، إضافة لتوثيق 147 حالة اعتقال تعسفي كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظات ريف دمشق ودرعا، تليها حلب، إضافة لاستهداف منطقة شمال غرب سوريا من قبل النظام بوتيرة أقل مقارنة بأشهر سابقة. وتركز القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية القريبة من خط التماس مع فصائل المعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي وبلدات ريف حلب الغربي وريف حماه الغربي. حول الموضوع تنضم إلينا السيدة سمية الحداد، مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تنضم إلينا من أنطاكيا. أهلا بك. كيف يفسر توثيق كل هؤلاء الضحايا مع انخفاض حدة التصعيد من قبل النظام على المناطق المحررة؟ بما يخص عمليات القتل، نحن يعني على مدار الأشهر الجوع من بداية عام 2011 نحن كل شهر في عنا توثيق لضحايا للأسف، يعني رغم أنه صار انخفاض بوتيرة العمليات العسكرية إلا أنه ما زال في عمليات قتل تحدث حتى مناطق قريبة من خطوط التماس، وهي بعض الأحيان تؤدي إلى سقوط ضحايا، وما زالت عمليات التعذيب مستمرة بداخل مراكز احتجاز التابعة للنظام السوري وما ينجم عنها طبعا من ضحايا. إضافة إلى ذلك لدينا عمليات القتل التي تحدث بشكل كبير داخل مناطق سيطرة قوات النظام السوري على يد مسلحين مجهولين، بالأخص كان أبرز المناطق التي يمكن تسجيل فيها هذه الحالات هي في الجنوب السوري مع الأسف. طيب، مع تسجيل هذا العدد من حالات الاعتقال، هل يكون عدد المفرج عنهم مؤخرا يوازي عدد المعتقلين؟ وهل هو تبديل معتقلين أكثر مما هو عفو؟ موضوع العفو يعني لا، هو شيء مستقل، يعني عملية بروباغندا يقوم بها النظام السوري مع استمراره في عمليات الاعتقال، هو لا يأبه بإيقاف عمليات الاعتقال. استمرت العملية طبعا، توثيق لدينا في هذا الشهر 57 شخص تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، في معرض منهم حتى ما اجرى التسليه، بينما نحن كمان قمنا خلال هذا الشهر بتوثيق افراجهم عن 527 شخص بناء على مرسوم العفو طبعا رقم 7. ولو اراد النظام فعلا التوقف عن عمليات الاعتقال والافراج عن المعتقلين، ففي لديه في داخل مراكز الاحتجاز وحسب ما هو موثق لدينا فقط 132 الف تقريبا شخص موجودين داخل مراكز الاحتجاز، وهو لا ينوي بأي مرسوم من مراسيم عفو التي يسترها أن يقوم بالإفراج عنهم. السيدة سمية الحداد، مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من أنطاكيا، شكرا لك.